بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه. بين لنا كل خير وحذرنا من كل شر، ولم يفارق الدنيا عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ البلاغ المبين، ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الإخوة في الله، لازلنا في الكلام على شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والشيخ رحمه الله بدأ كتابه العقيدة الواسطية بشرح أصول الإيمان، أصول الدين، التي جاءت في حديث جبريل الطويل حين سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن علامات الساعة، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق العلماء على هذا الحديث الطويل بأنه أم السنة، كما أن الفاتحة هي أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. كذلك أطلق العلماء على هذا الحديث العظيم الذي نزل فيه جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه في صورة أعرابي لا يعرفه أحد، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤال طالب العلم الذي يستفسر عن أمور الدين، فسأله عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام. ثم سأله عن الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أطلق العلماء على الإسلام والإيمان والإحسان بأن هذه هي مراتب الدين، وإذا اجتمع الإيمان والإسلام والإحسان فلكل منهم تعريف خاص به، وأما إذا افترقوا فقد يطلق الإسلام على الإيمان ويطلق الإيمان على الإسلام، كما في حديث وفد عبد القيس عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فتارة تطلق أركان الدين على الإسلام، وتطلق أيضاً على الإيمان. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه المراتب وبيّنها البيان الشافي، وقد تحدثنا عنها جميعاً بالتفصيل. ثم تكلم الشيخ رحمه الله على مسألة الإيمان وعلى تعريفها وعلى الذين خالفوا فيها، وهل العمل يدخل في مسمى الإيمان، أم الإيمان فقط هو معرفة القلب والتصديق فقط، أم أنه يدخل فيه الإنقياد والطاعة والامتثال، وتدخل الأعمال فيه من باب أولى؟ ففسر الشيخ ذلك تفسيراً واضحاً في هذه العقيدة، فنبدأ بالقراءة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. الشيخ رحمه الله يبين أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وهذا هو ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الدين والإيمان قول وعمل. والشيخ رحمه الله لما عطف الإيمان على الدين، هذا من عطف الخاص على العام، فإن الإيمان هو من الدين. وذكرنا أن مراتب الدين ثلاثة، التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، ولكل مرتبة خصائصها وما يتعلق بها. فالدائرة الكبيرة هي دائرة الإسلام، ثم يأتي بعدها في المرتبة الأفضل مرتبة الإيمان، ثم المرتبة الأفضل من المراتب كلها وهي مرتبة الإحسان، وهي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه أعلى المراتب وأسماها، والمرتبة التي أقل منها هي مرتبة الإيمان، وهي التي ذكرها الشيخ بأن الإيمان قول وعمل. قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فاللسان له قول، وهو التصديق وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
وكل ما يتعلق بأقوال الدين من في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي غيرها وفي التسبيح والتهليل وغيرها، هذه كلها من أقوال اللسان. فلو أن إنساناً قال أنا مسلم أو مؤمن وهو لم يشهد شهادة التوحيد مع استطاعته على النطق، فإنا لا نحكم بإسلامه حتى يشهد شهادة التوحيد بلسانه وينطق بها ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإذا لم ينطق بها فإنه لا يدخل في دائرة الإسلام ويبقى في محيط وفي دائرة الكفر والعياذ بالله، بل لا بد أن يشهد شهادة التوحيد بلسانه. فأهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأئمة السنة وأهل الحديث كلهم على أن الدين والإيمان قول وعمل. أما المراد بقول القلب فهو تصديق القلب وإقراره، لأن القلب يصدق ويقر ويعترف، فهذا قول القلب. ولأنه في لغة العرب يطلق القول على كل إفهام ودلالة يقال له قول. وأما عمل القلب فهو انقياده، ومن أعمال القلوب التي أوجبها الله تعالى على عباده مثل حب الله ورسوله، هذه عمل قلبي، مثل الخشية، مثل التوكل، مثل بغض ما يبغضه الله تعالى ورسوله، إخلاص العمل لله عز وجل، توكل القلب على الله عز وجل، كل هذا من أعمال القلوب. ولا يكون القلب موصوفاً بالإيمان إلا بالانقياد لله عز وجل، بانقياد القلب لله تعالى مع معرفته. وهذا الأمر ظاهر في دلائل القرآن ودلائل السنة وإجماع الأمة، بل هو معلوم من الدين بالضرورة. أما قول اللسان فهو الإقرار بالشهادتين والتصديق باللسان والنطق بهما. وأما عمل الجوارح فهي ثمرة ما في القلب من قول وعمل، فإنها تابعة لها، لأن الظاهر تابع للباطن، فمتى صلح باطن العبد صلح ظاهره، وإذا فسد الباطن فسد الظاهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هو ملك الأعضاء، فإذا صلحت هذه المضغة صلح القلب صلح سائر الأعمال. القلب هو ملك الأعضاء، والله عز وجل لا ينظر إلى الأجسام ولا إنما ينظر إلى القلوب. إن الله تعالى ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى أجسادكم، فموضع نظر الرب تبارك وتعالى إلى القلب، لأنه إذا صلح القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب والعياذ بالله فسد سائر الجسد. القلب هو موضع الإيمان وموضع التصديق وموضع التقوى وموضع الخشية وموضع الحب وموضع البغض وموضع التوكل، كل هذه الأمور هي أعمال القلب. فإذا صلح القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد والعياذ بالله، فهو ملك الأعضاء. فالقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر، فالإيمان اسم لجميع ما يتعلق بالطاعات والأعمال الباطنة والظاهرة، سواء ما يتعلق بالعقائد أو ما يتعلق بالأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية 66 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق أن الإيمان شعب وأعمال، وليس فقط مجرد التصديق أو مجرد معرفة القلب كما تقوله المرجئة أو كما يقوله الجهمية وغيرهم من الفرق المبتدعة والفرق الضالة التي ضلت عن الطريق وقالوا فقط إن تصديق القلب يكفي بدون الأعمال، ولذا سموا مرجئة لأنهم يرجئون أو يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان. الإيمان قول وعمل وتصديق واعتقاد، فلا بد أن الأعمال هي التي تبرهن على إيمان العبد وعلى صدقه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم جعل الإيمان شعب، وهذه الشعب أعمال صالحة يعملها العبد، أعلاها وأفضلها قول لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. جعل النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان إزالة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الصحابة يعظ أخاه في الحياء، يقول له إنك كثير الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية إن الحياء خير كله، لأن الحياء خلق يمنع الإنسان من الوقوع في المعاصي ويمنع الإنسان من تجاوز ما أمر الله عز وجل به العبد وما نهاه عنه، فيستحي من الله عز وجل حق الحياء. الحياء شعبة من شعب الإيمان، فإذا يدخل في الإيمان شهادة التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام والعمرة والصدقة وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وبر الوالدين والصدقات والمعروف والتسبيح والذكر وقراءة القرآن وكل ما الأعمال الصالحة، كل هذه من شعب الإيمان. فإذا الإيمان قول وعمل، والإيمان أيضا يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وقد دلت على ذلك الأدلة من القرآن والسنة. فالله عز وجل قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا يجده العبد من نفسه، فإنه إذا أكثر من الطاعات والتزم بأداء ما أمر الله عز وجل به من أداء الصلوات وكثرة الذكر والتسبيح وأداء النوافل والصدقات وصلة الأرحام وتلاوة كتاب الله، يجد في نفسه زيادة للإيمان ومحبة للخير وزيادة للخشية ومحبة لما يحبه الله ورسوله وبغض لما يبغضه الله ورسوله. تجده آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، إذا رأى منكراً تمعر وجهه وتغير قلبه، ينكر المنكرات ويأمر بالمعروف. هذه علامة الإيمان. علامة الإيمان إذا سرتك حسنتك وساءتك السيئة فهذه علامة الإيمان. إذا فرحت بالطاعة وفرحت بأدائها وسرتك طاعتك فهذه علامة الإيمان، وإذا أحزنتك المعصية والسيئة إذا اقترفتها فهذا علامة على الإيمان. فيحمد العبد ربه على هذه النعمة أنه يفرح بالطاعات ويحزن للمعاصي، هذه علامة من علامات الإيمان. فالسلف رحمهم الله بيّنوا أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أدلة نقص الإيمان بالمعاصي أن النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث الشفاعة الطويل أن الله عز وجل يقول: أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار. إن عذبه الله عز وجل في النار على قدر معاصيه فإنه يكون مآله إلى الجنة، هذا ببركة التوحيد وببركة الإيمان، فلا يخلد في النار إلا المشركون. من مات على الشرك والعياذ بالله هذا هو الذي يخلد في النار، لقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذا دليل على خطر الشرك وعظيم جرمه، وأنه الذنب الذي إذا لم يتب العبد منه فإن الله عز وجل لا يغفر له في الآخرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك خطره عظيم. أما من مات على الإيمان ولم يشرك بالله عز وجل وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه لا يخلد في النار. يا ابن آدم، كما جاء في الحديث الصحيح: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا فيه بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لأن بعض المسلمين هداهم الله في بعض البلدان يذهبون إلى المقابر وإلى من يزعمونهم أولياء يدعونهم من دون الله، يطلبون منهم غفران الذنوب أو يطلبون منهم سعة الرزق أو شفاء المريض، يذهبون إلى من يزعمونهم أولياء حتى لو كانوا من أولياء الله أو من الأنبياء والصالحين، فإنه لا يجوز أن يسأل أحد مع الله عز وجل في كشف الكروب أو إزالة ما يصيب الإنسان من أمراض أو غيرها من مصائب الدنيا، أو يطلب الخير من هؤلاء. فإن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالله ويعبدون الله، لكنهم يشركون بعبادتهم لهؤلاء الأولياء والصالحين. وأول شرك وقع في الأرض وقع في قوم نوح عليه السلام. نبي الله عز وجل نوح هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وأول شرك وقع في البشرية كان في قوم نوح، بين آدم عليه السلام وبين نوح عليه السلام 1000 عام كلهم على التوحيد. وإنما وقع الشرك في قوم نوح لما هلك مات رجال صالحون منهم، قالوا: نتذكر عبادتهم وما كانوا عليه من صلاح فنعبد الله عز وجل كعبادتهم، ود ويغوث ويعوق ونسرة. كان هؤلاء أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فأراد قوم نوح أن يتذكروا عبادتهم فعملوا تصاوير وتماثيل على أشكالهم. ولما هلك ذلك الجيل جاء الجيل الذين بعدهم وقالوا: هؤلاء هم الذين يشفون المرضى وهم الذين يأتون بالخير، فعبدوهم مع الله عز وجل. فكان أول شرك وقع في الأرض في قوم نوح، فبين لهم عليه السلام أن هؤلاء لا ينفعونكم ولا يضرونكم، وأن من مات على الشرك فإن مصيره إلى النار. وكل نبي بعثه الله عز وجل إلى قومه إنما كان يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي بعث بالتوحيد، بعث بالأمر بعبادة الله عز وجل والنهي عن الشرك، بعث بالإسلام، بعث بعبادة الله وحده. فالذين يخرجهم الله عز وجل من النار من في قلبه مثقال أدنى مثقال ذرة من إيمان، ولا يخلد في النار إلا من مات والعياذ بالله على الشرك.
فننبه إخواننا أنه لا يجوز لهم أن يذهبوا إلى القبور ويتمسحوا بها، أو إلى هؤلاء الأولياء ويزعمون أنهم ينفعونهم أو يضرونهم. هؤلاء الذين يعملون هذا الأمر قد وقعوا في الجرم الكبير، دعوهم مع الله عز وجل كما كان المشركون يدعون أصنامهم وأولياءهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هؤلاء يشفعون لنا عند الله، هؤلاء واسطة بين الخلق وبين الله. جاء الإسلام بأنه ليس هناك واسطة بين العباد وبين الله عز وجل. الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل أمر بأن ندعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ليس بينك وبين الله حجاب إلا أن ترفع يديك وتدعوه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ندعو الله عز وجل ونتقرب إليه بأسمائه الحسنى وبالأعمال الصالحة وبحبنا لله وحبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم، نتقرب إلى الله بهذه الأدعية فيستجيب الله لنا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فالله عز وجل قريب منا يسمع دعاءنا. ولما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل ربكم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، دعوته في ليل أو نهار في ظلمة الليل يسمع دعاءك ويستجيب لك. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لما جاءت خولة بنت ثعلبة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجها أوس بن الصامت تقول: إنه ظاهر مني يا رسول الله ولي منه عيال. تقول عائشة: وكان في طرف الحجرة والله ما أسمع صوتهم، وتنزل الآيات من السماء والله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سمع الله شكوى خولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات، لا تخفى عليه خافية تبارك وتعالى ولا يعجزه شيء. فالعبد يدعو ربه ولا يدعو معه أحدا فيقع في الشرك والعياذ بالله، مثل الذي يقولون: يا عبد القادر، أو يا بدوي، أو يا حسن، أو يا حسين، أو يا علي، أو غيره. هذا دعاء غير الله. هؤلاء أفسدوا صلاتهم وعباداتهم وحجهم وزكاتهم، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لأنهم نقضوا التوحيد. هؤلاء يخلدون في النار والعياذ بالله، لأنهم وقعوا في الشرك الأكبر الذي إذا مات العبد ولم يتب منه فإن الله لا يغفر له. فالشاهد أن الإيمان يزيد وينقص حتى ما يبقى منه إلا مثل الذرة، وهذا الإيمان ينفع العبد يوم القيامة. فلو كان عليه ذنوب كثيرة، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، هذا من سعة رحمة الله عز وجل ولطفه وفضله وجوده وكرمه أنه يغفر للعباد يوم القيامة الذين لم يشركوا به شيئا. فيحثو حثيات من النار ويقول: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، لأنهم ماتوا على التوحيد لم يموتوا على الشرك. أما الذين ماتوا على الشرك فهم مخلدون في النار والعياذ بالله.
فأهل السنة والجماعة من ارتكب كبيرة من الكبائر، زنى أو سرق أو شرب خمراً، فهذا مؤمن بإيمانه، يصلي ويصوم، لكنه اقترف شيئاً من المعاصي، فهل نكفره؟ لا، هذا مؤمن بإيمانه، بصلاته، بصيامه، بتوحيده، فاسق بمعصيته، فاسق بكبيرته، أمره إلى الله، إذا مات ولم يتب إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ظل في ذلك بعض الفرق كالخوارج والعياذ بالله، والخوارج هم أول فرقة ظهرت في الإسلام، وجاءت الأحاديث بالنهي عن مذهبهم والعياذ بالله، لأنهم أتوا إلى آيات نزلت في الكفار وجعلوها في المسلمين، فكفروا من شرب الخمر، وكفروا من زنى، وكفروا من سرق، وقالوا إذا ارتكب كبيرة فإنه يخرج من الإسلام بالكلية، وإذا مات فهو في الآخرة خالد مخلد في النار، يعني سووه مع المشرك، وهذا ضلال والعياذ بالله، وهذا ضلال والعياذ بالله، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. أخوة الدين لم تنتفي مع القتال، تقاتل طائفتان من المسلمين أو رجل قتل مسلم قتل مسلم، قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، لم تنتفي أخوة الإيمان مع وجود القتل وهو كبيرة من الكبائر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أنه ناقص الإيمان، وفي رواية في الحديث الآخر أنه يرتفع عنه الإيمان مثل الظلة، إذا زنى ارتفع عنه إيمانه يكون عليه كالظلة، فإذا تاب رجع إليه إيمانه، إذا تاب واستغفر رجع إليه إيمانه، لكنه لا يخرج من دائرة الإيمان بالكلية. الذين يقولون يخرج من الإيمان هؤلاء هم الخوارج، وكذلك المعتزلة، لكن المعتزلة لم يقولوا إنه يخرج إلى دائرة الكفر، قالوا إنه ليس مؤمن ولا كافر، سموها منزلة بين المنزلتين، قالوا هو فاسق لا مسلم ولا كافر. طيب في الآخرة؟ قالوا هو خالد مخلد في النار مثل رأي الخوارج. وهذا هو الضلال والعياذ بالله، لا يخلد في النار من مات على الإيمان، من مات على التوحيد، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وهؤلاء قد شطوا وقد خرجوا عن القول الصحيح وخالفوا قول السلف وخالفوا ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة من إثبات الإيمان لمرتكب الكبيرة، وأنه لا يخرج من دائرة الإسلام ولا من دائرة الإيمان إلا بالشرك والكفر والارتداد عن الدين. أما ما دام يشهد شهادة التوحيد ويصلي ويصوم مع المسلمين فهو مسلم ومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وإذا مات ولم يتب، مات وهو على هذه المعاصي لكنه موحد، فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد يكون للعبد من الحسنات الكبيرة مما يمحو به الله عز وجل تلك السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإذا وقع العبد في معصية في سيئة عصى الله عز وجل فليكثر من الحسنات وليكثر من التوبة ومن الاستغفار، فإنها تمحو تلك المعصية، فإذا صدق العبد في توبته محى الله تعالى تلك السيئة. ونحن نعلم أن التوبة لها شروط، وهو الإقلاع عن الذنب والندم عليها، أن يندم على هذه الندم توبة كما جاء في الحديث
إذا ندم العبد على معصيته فهي توبة، وإذا عزم أن يعزم ألا يعود عليها فيقلع عن المعصية ويندم عليها ويعزم على ألا يعود إليها. وإن كانت تلك المعصية في حق من حقوق العباد فيؤدي هذا الحق إلى العبد. تكلم في عرض إنسان، أخذ منه مالا أو اعتدى عليه أو آذاه، فإنه يتحلل منه في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وقال عليه الصلاة والسلام: تدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم عنده ولا دينار. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات وصلاة وصيام وصدقة، ولكنه يأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ من مال هذا وسفك دم هذا، فيؤتى بالغرماء يوم القيامة فيأخذون من حسناته، يقفون أمامه بقدر مظالمهم، هذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، فنيت حسناته، انتهى رصيده من الحسنات، يؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. هذا هو المفلس والعياذ بالله. ولذلك العبد عليه ألا يتكلم في إخوانه وأن يتحلل منهم، وإذا أساء إلى أحد منهم فليستسمح منه وليتحلل منه وليطلب منه السماح، فإنه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم: الآخرة ليس فيها دينار ولا درهم ولا ريال ولا دولار، إنما فيها الحسنات والسيئات. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ويخرج الله عز وجل من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولا نكفر أحدا بذنب، لا نكفر مسلما بذنب، وإنما نقول أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ما دام مات على التوحيد، لأنك لا تدري ما مات عليه. ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، كالعشرة المبشرين بالجنة، وكأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل حاطب بن أبي بلتعة، أرسل رسالة إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم لقتالهم عام الفتح، أرسل حاطب بن أبي بلتعة رسالة إلى كفار قريش يقول لهم: إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم. فأخبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعه بعض الصحابة، فأدركوا المرأة التي تحمل الرسالة من حاطب إلى كفار قريش. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم وطلب حاطب وقال له: لما فعلت ذلك يا حاطب؟ وحاطب من أهل بدر، ممن جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر غزوة بدر، قال: يا رسول الله، إن من معك من الصحابة هم لهم أقرباء في مكة، بنو عمهم وعصبتهم وأقربائهم، فأردت، وأنا ليس لي قرابة ولا عصبة، فأردت أن يكون لي يد عند قريش، يعني لو حصلت الهزيمة فلا يصيبونني بأذى. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق الذي نافق وأخبر قريشا بغزوهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنه من أهل بدر، وما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه الفضيلة لأهل بدر. ثم الفضيلة الثانية لأهل بيعة الرضوان، هؤلاء لا يدخلون النار،
العشرة المبشرون بالجنة، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ممن شهد الله عز وجل لهم بالإيمان ورضي عنهم. والله عز وجل يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة. هؤلاء كلهم إلى الجنة، فنشهد لهم كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجزم لأحد بأنه من أهل النار إلا من قال الله عز وجل أو رسوله أنه من أهل النار، مثل فرعون وجماعة الذين آذوا موسى. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومثل مثل أبو لهب ومثل أبو جهل وغيرهم من الكفار الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار والعياذ بالله. فإذا يخرج الله عز وجل من الجنة من النار إلى الجنة من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهذه بشارة للمؤمنين على أن يتمسكوا بتوحيدهم وإيمانهم، ويعلمون أن الله عز وجل لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال له: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة على ما كان من العمل. قال معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. يعني من مات على التوحيد، من مات على الإيمان، فهذا من أهل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة على ما كان عليه من العمل. فمعاذ فرح بهذه البشارة، قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس، أبشر الصحابة بهذه البشارة العظيمة؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتكلوا على توحيدهم ويتركوا الأعمال. فأخبر بها معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته تأثما من كتمان العلم، لأنه لا بد أن لأهل العلم أخذ الله عليهم أن يبلغوا للناس ما علموه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن مات على التوحيد لا يخلد في النار. ولذلك على العبد أن يخلص أعماله لله عز وجل حتى تكون مقبولة، لا يكون فيها شيء من الشرك. الله عز وجل غني عن الشرك وعن من يعمله، كما في الحديث الصحيح القدسي يقول الله عز وجل، حديث رواه الإمام مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. خطر الشرك وما وعظيم ذنبه، لأن الشرك هو أعظم الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور. ثم كان متكئا فجلس، قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. قال الصحابة: حتى قلنا: ليته سكت. فأكبر الكبائر هو الشرك بالله، وهو أن تدعو غير الله، أن تتوكل على غير الله، أن يتعلق قلبك بغير الله عز وجل. المؤمن إذا أصابته شدة يدعو الله عز وجل، يرفع يديه إلى السماء، يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو الله عز وجل، يجد الله عز وجل سميعا قريبا مجيبا. الله عز وجل إذا رفع العبد يديه إلى الله لا يمكن أن يردهما إليه صفرا. الله أكرم الأكرمين، يستحي من العبد إذا رفع يديه، يستحي الله من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما إليه صفرا، لأن الله هو الكريم.
وهو الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فهو إما أن يعجل لك ما دعوت، وإما أن يدخر الله عز وجل لك يوم القيامة من الأجر العظيم بسبب هذه الدعوة، وإما أن يدفع الله عنك من البلاء مما كان ينزل عليك. فالدعاء يرفع البلاء، الدعاء يرفع البلاء، فعلى المسلم أن يتوكل على الله عز وجل وأن يتعلق بالله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، زادهم ذلك إيمانا وتقوى وخوفا من الله ورجاء فيما عند الله، فكان هذا سببا في حفظهم. قالها الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وقالها إبراهيم لما قذف في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فحفظه الله عز وجل وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلذلك لا يرد القدر إلا الدعاء، فهذا بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فالله أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الأعمال على ركنين لا بد منهما، لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا بتوفر هذين الركنين العظيمين. الأول الإخلاص لله عز وجل، أن يكون عملك خالص لا تبتغي به غرضا من أغراض الدنيا ولا مدحا ولا مالا ولا شيئا من أعراض الدنيا. فاعبد الله مخلصا له الدين، لا بد أن يكون عبادتك خالصة لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الثاني أن يكون وفق السنة، وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأعمال لا بد لها من شرطان، الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض وهو من شيوخ الإمام البخاري قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه أن يكون لوجه الله يبتغى به وجه الله، وأصوبه أن يكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأعمال لا بد لها من الإخلاص والمتابعة. ومن أحدث في أمرنا في أمر الدين ما ليس منه فهو رد. دين الله كامل، دين الله كامل لا يحتاج إلى زيادة. ما لم يكن دينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس اليوم بدين. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا كلام الله عز وجل، الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس اليوم بدين. بعض الناس يستحسن أمور يظن أنه يتقرب إلى الله بها وهي ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، هي مردودة عليه. خرج ابن مسعود رضي الله عنه على بعض التابعين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في مسجد الكوفة ومعهم حصى، يقولون نسبح 100، نهلل 100 ويعدون بالحصى. فقال ما لكم، ما لكم يا أمة محمد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى ثيابه ولم يبلى متاعه، ما لكم؟ هل أنتم على هدي أفضل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم جئتم بدين أفضل؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود إنما أردنا الخير. قال سبحان الله، رب مريد للخير لم يصبه. إرادة الخير وعمل الخير
هو في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فدين الله كامل. فلذلك ينبغي أن نعرف أن الإيمان يزيد وينقص، وأننا لا نكفر أحداً بذنب ولا نكفر مسلماً بمعصية، وإنما نقول أمره إلى الله، إن تاب قبلت توبته، وإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولا نقول كما تقول الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون هو في الآخرة خالد مخلداً في النار والعياذ بالله. فهذا مذهب ضلال، والذين يعتنقون هذا المذهب هم على ضلال والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتوا إلى آيات نزلت في المؤمنين في المسلمين فجعلوها في الكفار فجعلوها في المسلمين والعياذ بالله. وقد ذكرت لكم من الأدلة على أن القاتل الذي يقتل حصل بينه وبين أخيه المسلم مشكلة فأخطأ فقتله فإنه أخوه في الدين، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فهذا من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. والقتل من الكبائر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لكن من مات على الإيمان فإنه يخلد إلى زمن ثم يكون مصيره إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال المصنف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يعني الشيخ الإسلام رحمه الله بعد أن تكلم على الإيمان وعلى درجات الإيمان وأهميته، تكلم على مذهب أهل السنة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم وسط بين الطوائف، ليس لا كالخوارج ولا كالشيعة ولا غيرهم الذين بعضهم يكفرون الصحابة أو يسبون الصحابة رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فنحن سلامة صدورنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبهم ونترضى عنهم ونعرف لهم قدرهم وسابقتهم ومنزلتهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم هم الذين نشروا الدين، وأنهم هم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة. فالقدح وسبهم هو سب في أصل الدين، سب لما جاءوا به وتعد على القرآن والسنة. فإذا طعنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنا في أصل الدين. ولذلك يجب علينا أن نترضى عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن نعرف لهم قدرهم ومنزلتهم، وأنهم يتفاضلون، فمنهم أهل بدر، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة، ومنهم أصحاب بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد تحت الشجرة، ومنهم الذين قاتلوا وجاهدوا قبل فتح مكة وبعد فتح مكة. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعريف الصحابي
هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا هو تعريف الصحابي، من لقي، لا نقول من رأى، لأن منهم من كان أعمى كعبد الله بن أم مكتوم وغير من الصحابة الذين لقيوا النبي ولم يشاهدوه بأعينهم. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهذا هو الصحابي، هذا هو الصحابي الذي نعترف له بالصحبة ونترضى عنه. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق ولاة أمورنا وأيدهم بالحق. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم ووفقهم لكل خير. ونسأل الله عز وجل أن يحيينا وأن يميتنا على الإسلام وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.